مش غير كلية الحقوق، علاش كيمشيو لكلية الحقوق؟ لأن عندهم مشكل ديال اللغة، وكيمشيو للحقوق وكاين واحد المسارات اللي كاينين حتى في الحقوق ما تيجيوش ليهم، الحقوق بالفرنسية قلال، الاقتصاد، لجميع التخصصات ما تيمشيوش ليهم. هذا هو الغرض من هذا المخطط الوطني اليوم اللي عملنا، باش نعملوا مسارات مختلفة اللي كتلبي لسوق الشغل. ولكن انا متفق معك، ما نبقاوش غادي يكون عندنا الخصاص بالنسبه للمدرجات، ولكن الا مشينا في هذا التحول راه ماشي هو هذاك اللي خصنا نمشيو فيه. اليوم ولات الرقمنه، اليوم خصنا نخدموا على السوفت، ما نبقاوش نخدموا غير على الهارد. هذا هو علاش مشينا في التسجيل والتصوير ديال الدروس، باش يكون نخفوا هذه الطاقه الاستيعابيه اللي كاين عندنا اليوم، نخفوا منها ونكثروا من التاطير. شكرا. تعقيب سيدة النائبة فيما تبقى من وقت. هاد الهضر فعلا كتعرفوا الشعباء ديال الحقوق هي اللي لامسنا، ولكن راه شعاب اخرى غادي نشوفوها في جامعات اخرى وفي مدن اخرى. السيد الوزير، احنا دوينا على شعبات الحقوق لانها هي المتاحه لهاد الطلبه اللي قلتوا السيد الوزير ما عندهمش اللغه، ولكن هي اللي اصبحت مطلوبه اكثر، وهي اللي كتسبب لان الطالب اللي ما يسمحوش ليه يمشي لكليه الحقوق ما غاديش يكمل المسار ديالو في جامعه اخرى، فبالتالي غادي تسبب ليه في الهدر الجامعي. فبالتالي السيد الوزير، احنا كنطالبكم من اجل اخراج الاستراتيجيه ديالكم لعدم حرمان هاد الطلبه، على الاقل تستجيبوا هم في حدود العدد المطلوب. شكرا. سيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلي سيدة النائبة. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، سيد الوزير، كلية الحقوق لا يجب أن تكون ملجأ لمن لا تخصص له، ولا يعني اللي ما لقاش ما يدير يمشي لكلية الحقوق. اليوم كلية الحقوق خاصها يكون عندها استراتيجية خاصة، نظرا للإقبال الكبير اللي عليها يجب أن يكون تنسيق مع وزارة التربية الوطنية، حتى أنه في السلك الثانوي الإعدادي خاص يكون توجيه ديال التلاميذ للتخصصات أو للاهتمامات حسب الاهتمامات ديالهم والقدرات والكفاءات ديالهم. ولذلك كلية الحقوق خاصها تعرف واحد النوع ديال في لابخي سيليكسيون يكون واحد النوع ديال التشديد او نوع ديال الرقابه، لانه هذه راه مسارات تكوينيه، راه هناك شعب الاقتصاد، شعب القانون، وهذو كلهم شعب اللي خاصنا نفتخروا بهم، ماشي يكونوا اي واحد ما لقى ما يدار نفتحوا. السيده النائبه المحترمه، انا متفق معك، هذا هو اللي ما بغيناش يكون واحد الطالبات والطلبه كيختاروا كليه الحقوق لان ما ما ما, ما عارف شنو باغي، ولا ربما ما لقاش فين يمشي. وهذا هو النموذج اللي درنا دابا جديد بالنسبه للتغير الكبير اللي كاين في هذا الدخول الجامعي. هذا عندنا واحد الظرفيه ديال عامين ولا ثلاث سنين باش يبانوا هذه الاجازات الجديده، وباش يبانوا حتى هذه المراكز ديال التمييز اللي فتحنا اليوم، لان كاين مسارات كبيره اللي ما كنهتموش بها. حنا بغينا نساعدوا الطالبات والطلبه ديالنا باش يكون عندهم توجيه، ماشي غير تيمشي يختار هذه لان قريبه لوحده الدار ديالو، بغينا يكون عنده توجيه اللي عارف علاش بغى. هذا هو بيت القصيد ديال هذا التطور اللي درنا اليوم. شكرا.